مسطوية أنت. هذا يشرب قهوة ويخلص. ما يخير علينا مرة مكرونة تزيد تعيط وتزيد ديرنا مشكلة. ماذا بيا نكمل حكايتي معاكم؟ بصح راني نشوف راني معطلكم على خدمتكم. وحماري يوم مازال ما ربطوش. يا مقيدش يا مقيدش، الخدمه ما تهربش والحمار ثاني. ويلا ما لقيتوش هنا تلقاك انت بالدار. يا مقيدش انت اذا رحت تخلينا كف اللي ناضنا قدام نفر تاع طعام بلا مشبع. يا مقدش يا مقدش. يا ابن عمي يظهر لي نربطوك في كاس شجرة باش تكمل المنام نتاعك. وإلا خفت من مرتك نبعثوا لها يما طاوس ترضيها. من جهة المرأة الحمد لله في هاد الساعة ما زي ما خرجوا لهاش لقرون. إما لا خذ راي المجرب غير يبان لك ليك بالجدوم. صح مرتو ما بقاش تنطح ولا تتسوك. ولو كاين مناوشات صغيرة مرة على مرة معينا بصح وين يبان الحال على المعيشة في مدينة الهبال. ديروا واش تديروا، أنا خديت القرار. واش رايك لو كان تشوف وتسمع؟ نشوف ونسمع. فلمنا من تاعي دخلت دار كبيرة اتلم فيها غشي كبير يتفرجوا ويسمعوا المجموعة من ناس اخرين كيف ما نسمعوا احنا للقوال. من بينهم واحد اسمه موسى. نقول ما عندي ما قول، نقول ما كانش منها وهذا الشيء ما يصرش. ابقى كذب حتى يوصل لك للشيء اللي ما يتسماش. ابا هذا واش ما حيوا وصفقوا الحاضرين تبعتوا حتى الدار. يسكن في دار عالية قريب تنطح السحاب. كي هزيت راسي باه نشوف وين حبسة قريب دخل ساكن معاه غاشي كبير هذا فوق هذا تقول سجنات متاع الحمام. في الداخل وعلى واحد السنيطقة لصقة في حيط الصبت مكتوب عليها مقيدش موسى. عجب العجيب اسمه يشبه لسمي ما يكون غير واحد من الأحفاد. باه يطلع للدار يدخل في واحد الصندوق عبز على قفلة. يا العصر هذا معمر بالصناديق. تحل الباب دخل لحقته تقفل الباب الصندوق تحرك وعلى حساب الرقم اللي يتبدل واحد زوج ثلاثة الظاهر باللي راه طالع. الصندوق حبس لانه لا غير تبلوكا وهزها بعيطة. او تبلوكا بيا كاش واحد يسمع فيا او تبلوكا بيا. فهمت غير يا بابا والكلمة الاخرى ما نعرفش معناها. وهذو ما يتكلموش بالعربية؟ لا لا يتكلموا بصح العربية نتاعهم مخلطة بلغة واحدة اخرى. الشي اللي فهمته السيد حصل وما قدرش يخرج
قاعد غير يعيط يا بابا يا بابا، وجهه صفار وزراق. وانت ما خفت؟ وانا لا نخاف، انا راني في الحلم. صحيح. وجاو الناس يعاونوه باه يحلوا هذاك الباب نتاع الصندوق. ومن بعد طلع للدار وحده وحده. كيفاه؟ ولا الدراج حتى وين وصل قدام الدار يا ولتم، وين شفت العجب. واش اخوتي بابا؟ عبز على قفله لاصقة في حيط، بدات تغني في الدار كيما الزوج. مره زوج كيما حبش يتفتح الباب اجبد المفتاح وحل. خلص عليك اصلا انا بيت من دون. انا ظنيت ما كان حد في الدار، وهي العائله كل الدم. السيد حط قضيانه في واحد البيت مليانه صناديق، واحد ما عطاه قصه. احنا ولادنا يفرحوا كي يرجعوا للدار، وبالخصوص لما يشوفوا يدينا معمرين يبوسونا ويحضنونا وهما والو. دخلت للبيت وين من موما العيلة. كاينة امرأة صغيرة والأخرى أكثر منها، فهمت الأولى البنت والتانية الأم، عروسة السيد. يا مقدش، واش قلت لنا على الرجال هذوك اللي حاطين السنيطقة في وذنيهم ويتكلموا بها؟ الرجل يقول المرأة واش نجيب لك يا عمري، وهي ترد عليه كاع واش تحق من القضية. أنا قلت واش شفت وسمعت. أصبر يا رواح سيدي يا رواح، ودرتوا لي كاع راس الخيط. لا لا، كنت عند الرجل هذاك اللي قاعد في داره وعائلته حطته في الثقيل. ايوه صح، ونسى تاع ذاك الوقت يا خاوتي شحال وقابات. كيف المرأة وبنتها كانوا مجتمعين قدام واحد الدقة كبيرة يتفرجوا واش راه يصرى عند الجيران. هو اللي بعدك يسمعوا ويشوفوا كل ما يقولوه ولا يعملوه، يوقبوا عليهم كي ياكلوا كي يحكيوا كي يضربوا. واحد من الجيران قتل جاره وهرب وهما لا خبر. مولاي وحده ماكلاها قلبها وقالت هذا منكر، وعيطت لمول الدار يروح يفرق بيناتهم. ولو المرأة الصغيرة ناضت وخرجت من البيت. هويام إبراهيم هو اللي خطط لك. أنا قلت راح أتخبر عليهم. ولو رجعت تاكل في التفاحة وعودة جمعت بحدا يماها كل شي مصر نعجب. عجب العجيب صح، شي ميصوروش العقل. ومن بعد فطمت وحكمتني واحد الخلعة. هاوا اليوم نقول مرتي ما تزيدش الطيب، يوم بات بالعشاء. مانيش حاب نزيد نشوف المحنة تاع داك القرن اللي رايحين يعيشوا فيه ولاد ولادنا. يا ابن عمي يا اخي هذا ما هو غير منام، اللي خليك تسافر وانت راقد. يا ونتمنى برك ان شاء الله يكون منام ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يكون المستقبل زين. يا مقرنية راه واحد قصدنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وراني وراك؟ اي الجزائر. لا لا، حبيت نقول واش من القرن راني. ما نقول لك 14
ولا 15 بالك اكثر. قول لي شكون انت؟ انا بن سيرين. نسمع بن سيرين مختص في تفسير الاحلام. انا هو بالذات والصفات. واش قال؟ هذا يفسر المنام كيما الشيخ بورورو. شت اسمع واسكت. بصح بن سيرين عاش بكري في القرن السابع. عندك الصحة يا مقيدش، سافرت عبر العصور كيما انت. وخلاص من اليوم ما نزيدش نضوق ماكلة مرتي. رجعت نحلم وعينيا مفتوحين. وشفت واش راح يصرى في 7 قرون ماجيين. وزاد جاني واحد عاش قبل مني 7 قرون، ماشي المهبولي والضر عقله. على بالي راني نحلم برك. دوك نفطن. لا 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 لا، ما راكش تحلم. الشي اللي شفتوه رايح يوقع. بلا رايح تكون كارثة. نحنا كبيرة يا ليك ليا لحبابك كارثة، لكن لحفادنا راح تكون حياتهم ويتعجبوا بها. كل وقت ووقته وكل زمان يجي معاها تغيرات وانقلابات. بعد منهم يتأسفوا على زمانك وزماني ويكونوا معجبين به. ناسهم يتهمهم بالحلم. بصح توافقني باللي القرن 21 عجيب وغريب والمعيشة فيها صعيبة ومرة. لا لا، رايح يكون عصر هايل، عصر التقدم والعلم والاكتشافات في فايدة الإنسانية. مع الأسف كاين الناس اللي ما يفهموش هذا التطور ويكونوا في أخطار تضر المجتمع، لأن عدو الإنسان يبقى دائما الإنسان. سيد هذا شا واحد ولا كاش واحد منكم جابو؟ راني رايح ينقذش، ما تتقلقش. لكن قبل ما نمشي نقول لك، أنا كيفك سافرت ورحت أبعد منك، رحت للقرن 30. لو تعرف واش شفت. ويلي راح هذا، ما تكون مرته غير وكلت له الحمل بعير وما قدرش يهضمه. ساكت عاد تشوف كلامه يحير. صح ما بين الحلم والحقيقه الشعره تفصلها بيناتهم. صح الحلم حلو لكن الحقيقه احلى. اللي يعرف لها. آخر الكلام سلام.